فكرة القديسة هي فكرة جديدة ما مطروقة عندنا بالشاشة العراقية سابقا، تتناول المواضيع اللي هي الروحانية والميتافيزيقية. فتكلمنا بهذا الموضوع وعجبتنا الفكرة، قدمناها لقناة الشرقية وافقوا عليها، بلشنا بيها. طبعا كانت فيها تحديات كلش كبيرة، وظلينا فترة طويلة انه احنا نشتغل عليها ونصور ونخطط يعني هي كانت لانه هي شعراية واحدة تفصلنا على ان تكون شيء لها علاقة بالدين، شيء لها علاقة بالسياسة، شيء لها علاقة يعني ممكن نتجاوز الخطوط الحمراء واحنا بدون ما ندري. فكانت جدا الفكرة جدا حساسة وبيها هواية تفاصيل، فكنا نتناقش بهذا الموضوع بخصوص انه اختيارنا للأفكار. احنا دائما نختار افكار يعني ما نمشي ويا التيار، لا احنا دائما نمشي عكس التيار. بهاي الطريقه راح نكون مختلفين، وبهاي الطريقه راح نقدر نطور الدراما العراقيه، لان هذا الهدف الاساسي مالتنا، انه احنا نصعد بالدراما مالتنا الى مستوى يعني يكون عربي وعالمي. لان هسه بعد انفتحت المنصات وصار العالم كله مفتوح على بعضه، بحيث انه احنا لازم نكون مواكبين. صح. فهذا بالنسبة لاختيارنا الأعمال لازم نكون يعني ماشيين على هذا الأساس. الشيء الثاني أنه اختيارنا لهذه الفكرة بالذات، شوف إحنا هذا الشيء منتشر عندنا بالعراق بشكل كبير جدا، اللي هي الروحانيات والناس اللي تتكلم بالسحر والناس تتكلم بالشعوذة، وهو هذا الموضوع الشائك اللي أنا أقول لك عليه. أنا شخص منطقي جدا، وهذه الأمور كلها هي خارج المنطق. يعني أنا مثلاً إحنا أثناء بحثنا عن هذا الموضوع التقينا بناس وشفنا ناس، وكيف شخص ممكن أن تلتقين به أول مرة بحياتك، وسواء عن طريق جن سواء عن طريق أي شيء ثاني، يعرف أشخاص مروا عليك في حياتك ويوصفهم ويعرف أسماءهم. نعم. هذا الشيء يعني تقنياً أنا ما أقدر أفسره فعلياً، يعني هو فد شيء خارق للطبيعة، أو وحدة تخلي تأخذ غرض من شخص معين، تخلي جوا المخدة وتنام تحلم بقصة حياتي كلها مثلاً، أو تجي توصف لي قصة حياتي كلها والناس وش راح يصير وشنو، يعني هذا الشيء شوية غريب. فإحنا هذا الموضوع عندنا بالعراق بالمجتمع انتشر بشكل كلش كبير، يعني الناس كلها تسولف به انه هذا يسحر، هذا يسوي هيجي، هذا كذا، ذولا راحوا السحاره، هذا راح فك السحر، اكو حرب بين السحارين واللي يفكون السحر. يعني احنا عايشين بهاي الصراعات زين، وانت لازم ما تشرب عند احد وما تاكل عند احد وما تسوي عند احد. الموضوع يعني قلقنا فعليا، قلقنا. فمن جيت انا حكيت ويا رحيم بهذا الموضوع، هم همين عندهم بالمغرب هذا الشيء، يعني هم عندهم بالمغرب همين اكو ناس يشتغلون بالسحر وناس كذا، وقد يكونون هناك بروفيشنال او منظمين اكثر من عندنا، بس احنا هنا السحره ماكو داخلين باماكن اللي هي صارت بها شلون اقول لك مثلا احتيال ونصب وكذا. فالموضوع احنا من تكلمنا به شلون نقدر نطرحه ونوصل رساله بسيطه به حلوة، بأنه أنت هذا الشيء هل هو واقعي أو لا؟ لأن هي أغلبها قد تكون أكو حيلة بالموضوع، قد تكون أكو عملية نصب بس بطريقة ذكية جدا، أو قد تكون هناك مثلا شغلات روحانية، يعني ممكن قد يكون فعلا هو يستخدم جن ويستخدم أرواح ويستخدم قوى خارقة للطبيعة. فهذا الموضوع اللي خلانا إحنا نبحث عن هذا الموضوع ونشوف ونسمع قصص وكذا، وصلنا إلى مرحلة انه نكتشف انه اكو ناس فعليا ينولدون عندهم كرامات او شيء معين. بالمغرب هم وهم اطفال، ما اعرف سميت ليهم رحيم، اتذكر في التسميه قلت لي هذول عندهم مواصفات معينه. يعني انتم حلو وصلتوا الرساله، يعني التوازن حلو دائما بين الروحانيات والماديات، دائما التوازن حلو.